السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، أهلا بحضراتكم ورسالة جديدة على الهواء مباشرة في برنامجكم من القلب للقلب. النهاردة الخميس يوم الفضفضة، بنفتح قلوبنا ونجري على حضن أمنا، حضنك يا أمي، نرمي همومنا ونسمع النصيحة والاستشارة. مطلق أو مطلقة، لقب بننتقل بيه من مرحلة لمرحلة جديدة بتجربة حياتية مختلفة. على فكرة أبعاده ونتائجه مش مقتصرة فقط على المرأة، لكن الرجل أيضا. في بعض الحالات بينظروا للمطلق وبيترجم إن طلاق بيساوي فشل، ده إعلان عن فشله أو فشلها في حياتهم الأسرية. ناس تانية بتترجم الطلاق يساوي تصحيح خطأ، وإن الاعتراف ده ضمني إنه أخطأ في الاختيار أو أخطأت في اختيارها. غيرهم بيشوف الطلاق بداية جديدة لحياة جديدة أتخلص فيها من أخطائي، ولكن في البعض بيشوف الطلاق انعزال وحبس نفسي وخوف من المجتمع، وإن الناس كل أفكارهم عني كست إن أنا بقيت حرة وبقيت بخطف الرجالة. وطبعا بأكد إن ده بعض ودي نظرة خاطئة 100%. الطلاق هي نقطة بننهي بيها حياة، وفي نفس المكان وفي نفس الموقع وفي نفس اليوم بنبدأ حياة جديدة. السؤال النهاردة، إزاي أرتب حياتي بعد الطلاق؟ وإزاي أبدأ من جديد؟ وإزاي أعيد ثقتي بنفسي؟ وإزاي أتغلب على نظرات المجتمع لمجرد إني مطلقة؟ إزاي أرجع أقف تاني على رجلي وأكون أقوى من الأول؟ هل ممكن أتجوز من تاني؟ إزاي أتغلب على أخطائي في الاختيار الأولاني؟ هل هقدر أخوض تجربة تانية؟ محتاجة حضن يضمني ويطمني ويساعدني في القرار، محتاجة حضنك يا أمي. هترحبوا معايا بالدكتورة عبلة الكحلاوي، ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها، اللي هتشرفني وتنورني في حلقتنا النهاردة. لكن بعد الفاصل، دكتورة حبيبتي، دكتورة عبلة، عامة احنا هنبدأ حلقتنا بعد الفاصل، انتظروا.